الرئيس السيسي يقوم بزيارة إلى برلين يومي الأحد والاثنين المقبلين على رأس وفد كبير. مدبولي يستعرض جهود الدولة في دعم السلع والمنتجات ويكشف عن تكليف من الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن حل الدولتين أفضل السبل لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى برلين يومي 17 و18 من يوليو الجاري على رأس وفد كبير، يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع الرئيس الاتحادي شتاينماير والمستشار الاتحادي أولاف تشولز وعدد آخر من الأعضاء البارزين بالحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ. أعلن ذلك سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف السفير الألماني أنه بالإضافة إلى موضوع حماية المناخ والذي يمثل أولوية مشتركة، سوف تتمحور هذه الزيارة حول الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات الثنائية والتبادل الثقافي والاقتصادي، وكذلك حول قضايا إقليمية ودولية. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن العالم يعاني من تداعيات كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وموجات التضخم غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم. وفي كلمة له من مدينة العالمين، أضاف مدبولي أن الحكومة حريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين. حريصين على التواجد مع في وسط جموع المواطنين ونسمع لكل آرائهم ومشاكلهم ونشوف ايه اللي ممكن نقدر نعمله علشان نقدر نحل ونواجه التحديات الغير مسبوقة اللي بتواجهها مصر زي كل دول العالم النهارده في الأزمة العالمية الكبرى اللي احنا موجودين فيها واللي بنعاني منها، واللي اعتقد ان كتب التاريخ كلها تذكرها كما ذكرت من قبل الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية. احنا بنمر بقالنا اكتر من 2 سنين بظروف استثنائية، يعني الحقيقة العالم كله بيمر بيها بدءا من جائحة كورونا، وبعديها طبعا بدأت موجة التضخم العالمي من نتيجة لاضطراب سلالس الإمداد والتوريد اللي حصلت في نهاية العام 21، وبعد كده يعني طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بدأت من نهاية شهر فبراير الماضي واللي ليها التداعيات الكبيرة جدا 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 اللي العالم النهاردة بيعاني منها، وحضراتكم كلكم شايفين ومتابعين موجات التضخم الغير مسبوقة اللي بيواجهها العالم بقالها أكتر، يمكن دي أعلى وأكبر وأضخم موجة تضخم دول العالم بتواجهها منذ أكتر من 50 سنة. وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السولر، أوضح رئيس الوزراء أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا. مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي، احنا عندنا جزء بننتجه ونصدره، ولكن أيضا بنستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا بإجمالي حوالي 100 مليون برميل سنويا. فده طبعا رقم كبير جدا، ولنا ان نتخيل ان الموازنه العام الماضي اللي هو عام 2021 2022 اللي هو انتهى في 30/6 الماضي، كانت الموازنه محطوطه على اساس ان البرميل من البترول 60 دولار. دي كانت الموازنه بتاعتنا محطوطه بهذا الشكل، وده يمكن هو كان السعر السائد اللي فعلا كان موجود على مدار الفترة السابقة. في وقت ما عملنا الموازنة كان هو ده السعر التقديري اللي موجود، واللي احنا كلنا طبعا كنا شايفين ان هو ده اللي هيبقى مرشح للاستمرار خلال هذا العام المالي اللي انتهى في 30/6 الماضي. وبالتالي انا عايز اوضح هنا نقطة مهمة جدا، ان احنا منذ بدأنا موضوع الاصلاح الاقتصادي
وبدأنا تطبيق آلية التسعير التلقائي. كنا نجحنا فعلا بنهاية 2020 وبدايات 21 إن إحنا تقريبا ما يبقاش عندنا دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط أنبوبة البوتاجاز اللي هي دائما طبعا في دعم كبير من الدولة ليها، وحيستمر هذا الدعم بصورة كبيرة جدا. وقال رئيس الوزراء إن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن مصر واحدة من 10 دول على مستوى العالم الأرخص في تسعير السولار. بالرغم من الزيادة اللي حصلت امبارح، ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم، وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص 20 دولة على مستوى العالم. وامبارح أنا يمكن يعني تابعت بنفسي النقاش اللي حصل، إن يعني بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا إحنا ما نقارنش هذا الموضوع السعر بكام، لازم نقارنه بمستوى دخل الفرد، وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع. لكن هناك حقيقة لا جدال فيها، مصر من أرخص دول العالم، من أرخص 10 دول في تسعير السولار. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إذا بصينا على العالم السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، إحنا عندنا العكس في مصر. لما نيجي نبص على الأسعار بنحط السولار دائما هو أرخص شيء، لأنه هو متواجد عندنا بظروف مصر، السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا، هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروباصات وبيشغل وسائل النقل العام، بيشغل المواتير بتاعة المية والجرارات الزراعية. فبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري. كما أكد مدبولي أن مصر حريصة على دعم الخبز رغم الارتفاع الجنوني في سعر القمح عالميا، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في دعم الرغيف وتتحمل 20 مليار جنيه إضافية على دعم الخبز بسبب فارق أسعار القمح عالميا. كنا حريصين على استمرار دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني اللي حصل في سعر القمح على مستوى العالم، عشان بس نبقى عارفين إحنا كمصر بنستهلك قد إيه. مصر بتستهلك يومياً 270 مليون رغيف خبز مدعم، بنقترب في السنة من 100 مليار رغيف. طب إحنا طبعاً كلنا عارفين إن سعر الرغيف المدعم قبل زيادة القمح، إحنا كنا بنشتري القمح من سنة كان سعر متوسط سعر الطن 260 دولار، الفترة السابقة وصل سعر الطن ما يقرب من 500 دولار. لكن خلينا ناخد المتوسط، احنا كان تكلفة رغيف الخبز علينا قبل ما تحصل هذه الأزمة كان تكلفته على الدولة بستين قرش، وكانت الدولة بتبيعه بالخمس قروش. النهاردة طب تكلفة الرغيف قد ايه؟ وصلت النهاردة مع زيادات القمح 80 قرش، لكن ما زالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر اللي هو موجود والنهاردة متاح. انا بس حسبة بسيطة، لو بنتكلم في 100 مليار رغيف في السنة وبنتكلم في 20 قرش فرق زاد تكلفة من 60 قرش ل 80 قرش، ال 20 قرش دول يعملوا 20 مليار جنيه إضافية على الدعم اللي موجود بالفعل للخبز. كما أكد مدبولي استمرار الدولة في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الإطار، وكشف مدبولي عن وجود تكليف من الرئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة أخرى لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم عرضها على الرئيس لتوسيع قاعدة المستفيدين. احنا كنا حريصين لما حصلت الأزمة ان احنا ناخد بعض الخطوات، وكانت توجيهات فخامة الرئيس للحكومة ان احنا ناخد خطوات إضافية لموضوع الحماية الاجتماعية. حضراتكم عارفين بكرنا موضوع زيادة المرتبات والمعاشات، بدل ما كانت هتبدأ تطبيقها من 1/7 بدأناها من 1/4. الكلام ده كلف الدولة قد إيه في الثلاث أشهر دول لزيادة المرتبات والمعاشات؟ ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية زودناهم وحطناهم في موازنة العام الماضي اللي فات واستوعبناهم علشان برضو نساعد المواطنين في مواجهة التضخم اللي العالمي اللي العالم كله ابتدى كان يعاني منه ويواجهه. السنة دي مخصص ضمن موازنة الدولة 191 مليار جنيه للمعاشات اللي بيستفيد منها النهاردة أكتر من 10 مليون مستفيد من مواطنين المصريين. النهاردة القرار اللي خدناه بزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة
لأن احنا نزود 450 ألف أسرة جديدة بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة. وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها، الحقيقة كان في توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً للحكومة إن احنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية، واللي إن شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها، وإن شاء الله هنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة. وأضاف مدبولي أن الحكومة سوف ترفع الإعفاء الضريبي هذا العام، بحيث يتم إعفاء الموظف الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا من ضريبة الدخل. من المقرر إن شاء الله خلال هذا العام أيضا أن احنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بحيث أن المواطن اللي دخله مرتبه 2500 جنيه شهريا ما يدفعش ضرائب، بدل ما هو حاليا بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو اللي ما يدفعش. فاحنا ان شاء الله مع الاجراءات التشريعيه اللي هتكتمل هيبقى بيزيد حد الاعفاء الضريبي، بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهريا ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن، وبالتالي ده كله بيتيح مره اخرى اليه للتسيير على المواطنين. الحقيقه في مجال توفير السلع الاساسيه ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حضراتكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوق في أسعار كل السلع، الدولة المصرية بتبذل جهد غير عادي في تأمين أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، وده اللي الحمد لله بفضل الله وكرمه قادرين أن احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلع سواء القمح، زيت الطعام، كل السلع الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط 6 أشهر مخزون استراتيجي، وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا آسف الأزمات اللي ممكن تحصل، على الأقل بنبقى ضامنين إن لدينا احتياجاتنا، وبنشتغل دايماً على أن هذا المخزون اللي هو 6 أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة. We'll be right back.
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف في كل المحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولر لأول مرة منذ 30 شهرا. وأضاف مدبولي إلى أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب الخاصة بوسائل النقل الجماعي والعام. وفيما يتعلق بسيارات نقل الخضروات والفاكهة، أكد مدبولي ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في 1000. وحذر رئيس الوزراء من زيادة أسعار السلع والخضروات بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية وحجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وتمكنت أجهزة الوزارة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تصد حاسم وفعال من أجهزة وزارة الداخلية لكافة الجرائم التموينية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديرية الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 138 طن ملح طعام بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام بالمنوفية، قام بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 60 طن دقيق أبيض ومكرونة وأرز وسكر. قام مالك ومسؤول عدد من مخازن وشركات لتجارة السلع الغذائية ومخبز بلدي بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية. وتمكنت من ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بحوزة مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق الدعم المخصص لها، وهو ما يعد تلاعب في منظومة الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 100 طن مواد غذائية، قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بسعر أزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 233 طن أقماح مستوردة ودقيقة، قام المسؤول عن مطحن بالقليوبية بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 10,000 طن أقماح محلية ومستوردة بحوزة المسؤول عن مطحن بالشرقية، وهي مجهولة المصدر، كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء.
واستمرارا للجهود الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع للتداول والنتائج الإيجابية المحققة في هذا الإطار. تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 300 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية. وعلى صعيد ضبط السلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط 233 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالفيوم. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 25 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل أن يتمكن مالك ومسؤول مخزن ومحل ومصنع لتجارة السلع الغذائية وإنتاج الأسماك المدخنة بأسوان والقاهرة والجيزة من طرحها بالأسواق، وهو ما يضر بصحة المواطنين. كما تم ضبط 112 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر بالضرر على الثروة الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية، وضبط 1250 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية. قام مسؤول شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية بالبحيرة بتجميعها وإعادة تعبئتها داخل شكائر عليها علامات تجارية مقلدة للإتجار بها في السوق السوداء. كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات، وذلك لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السير للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 29 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر تم ضبط قرابة 11 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 513 قضية، من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 31 طن أقماح محلية.
الطبية المصرية عمرو قنديل أن البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بدأت عمل مسحات بالمجان للحجاج الراغبين والعائدين إلى أرض الوطن. يأتي ذلك للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا، وذلك وفق المبادرة التي أطلقتها الوزارة اطمن على نفسك. نتابع. في إطار ما تقدمه البعثة الطبية المصرية بعياداتها كافة من خدمات تشخيصية وعلاجية بل ووقائية، حرصت على توفير مسحات للاكتشاف فيروس كورونا من خلال مبادرة اطمن على نفسك ومعك حتى تصل بأمان، وذلك لضيوف الرحمن العائدين إلى أرض الوطن والراغبين في عمل تلك المسحات بالمجان. طبعا احنا عارفين ان في دلوقتي زيادة في معدلات انتشار الكورونا دي على مستوى العالم، وطبعا في اقليم شرق المتوسط وهنا في السعوديه وفي مصر في زياده خلال الاسبوع دوت والاسبوع اللي فات عن الاسابيع السابقه. فاحنا بنعمل دوت كده عشان كل واحد يبقى يحافظ على اسرته وعلى نفسه كمان. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا هنعمل كمان للناس لما توصل ان شاء الله في المنافس، في هناخد نسبه 15% من الحجاج بطريقة عينة ممثلة للحجاج، ان احنا هنعمل لهم بي سي ار. البي سي ار دوت مش عشان بس نشوف الكورونا، لا، عشان نشوف الكورونا وعشان نشوف لو في انفلونزا ولا لا، وعشان نعرف نوع الكورونا ايه هي ونوع الانفلونزا، هل في متحولات جديدة ولا لا. ده مسح هنعمله ان شاء الله على الحجاج وهم عائدين، بالاضافة ان احنا الحجاج كمان بناخد بياناتهم، اوكي، وغير ان احنا بناخد البيانات دي عشان يتم متابعتهم بعد وصولهم إن شاء الله لمدة 14 يوم. عمل التحليل السريع للتأكد من عدم إصابة الحجاج بأي عدوى فيروسية خلال التزاحم وأثناء أداء المناسك يتم وسط إجراءات احترازية غير عادية من خلال كوادر طبية مؤهلة لذلك. غالبية المسحات الحمد لله بتتم على خير ما يرام، بنقوم بيها إن شاء الله، ولو في أي حد عنده يعني نتيجة إيجابية ولا حاجة بيتم عزله طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة إن شاء الله. لكن الحمد لله الحجاج بتوعنا بخير الحمد لله، وغالبية المسحات كلها سلبية الحمد لله. إن احنا بندي نصايح من دلوقتي حتى سواء النتيجة سلبي أو إيجابي، إن الحاج بما يوصل بالسلامة إن شاء الله هيعزل نفسه 5 أيام بعيد عن أهله بعيد عن عيلته لحد بس ما يطمن إن الدنيا كلها كويسة بإذن الله، ودي إجراءات احترازية بناخدها مع كل عائلة من الخارج. حملة بدأت من امبارح، الإقبال نوعا ما في ناس مقبلة على إن هي تيجي تطمن على نفسها، والحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي لم تظهر أي حالات إيجابية ظهرت في وسط الحجاج اللي احنا عملنا لهم التحليل. قبول واستئسان من قبل ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بل ووقائية على مدار الساعة. أكثر مما كان الإنسان يتخيل يعني تنظيما وإضافة و خاصة الإشراف الطبي والبعثة الطبية حاجة يعني محترمة وفوق الوصف. في ناس معايا جم عملوا مسحات وحاجة كويسة جدا جدا وطمنوا الحمد لله، يعني حاجة محترمة بصراحة يعني. دي كويسة جدا طبعا، أنا بطمن على نفسي في نفس الوقت قبل ما أروح، وبرضو في مسحة تانية بيقولوا في المطار إن شاء الله وربنا كريم بإذن الله وربنا يقويكم. وبيطمنوا علينا وعلى صحتنا، وهنا قاعد دكاترة حلوين بيساعدونا وبيعملوا لنا اللي احنا عايزينه. المسحة دي 100 100 والله، كل حاجة تمام والله على ما يرام، ونشكر البعثة الطبية والأطباء اللي قايمين عليها. أول ممتازة يعني، مش يعني متواجدين 24 ساعة، الناس شغالة على حساب صحتها وما تخدم البعثة زي الكتاب مما يقول، وهي دي مصر وحلاوة مصر يعني، وتحيا مصر. مبادرة اطمن على نفسك واحدة من المبادرات الفاعلة، وأقبل ضيوف الرحمن عليها يؤكد وعيهم الكامل بأهمية تلك المبادرة للعودة سالمين آمنين لذويهم. نسأل الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري. بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية في استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأوضحت الوزارة أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو الجاري، ويمكن للمعتمرين من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة من خلال موقعها الرسمي، إضافة إلى إصدار التصاريح لمعتمري الداخل عبر تطبيق اعتمرنا ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء المناسك بطمأنينة ويسر، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حل الدولتين أفضل السبل لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. وأضاف بايدن أنه سيواصل العمل من أجل سلام دائم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الاثنين زيارة رسمية لفرنسا، وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن بن زايد سيبحث مع نظيره الفرنسي علاقات الصداقة وأفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، كما سيناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع عدد من أعضاء لجنة الستين الليبية الأزمة السياسية الراهنة بسبب بعض النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور وسبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف. ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، فقد تم خلال الاجتماع استعراض مبادرة المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة لدفع العملية السياسية والعديد من المواضيع التي تخص مشروع الدستور. أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن تعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين يعد من ضمن أهم النقاط التي تطرحها خارطة الطريق نحو التعافي التي وضعتها للنهوض بليبيا. وقال باشاغا إن مشاركته في جلسة البرلمان البريطاني أمس لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين موضحا أن ليبيا والمملكة المتحدة حاربتا جنبا إلى جنب ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. وكان باشاغا قد ألقى كلمة خلال مشاركته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية الثلاثاء الماضي، وأعرب باشاغا عن تطلعه لدعم بريطانيا لحكومته وقيامها بدور متميز في هذا الشأن والعمل معها لبناء علاقات أقوى بين ليبيا والمملكة المتحدة. وإلى اليمن، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات رفيعة المستوى على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة السبت المقبل. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن زيارة رئيس مجلس القيادة تتضمن نقاشات مهمة محورها الأوضاع اليمنية، كما سيعرض الموقف الرسمي من مبادرات السلام والجهود المطلوبة لدفع قوات الحوثي للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لإحياء العملية السياسية في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم. ومن اليمن إلى العراق، حيث ضبطت القوات العراقية مركبة محملة بالأسلحة قادمة من نينوى في كمين شمالي البلاد. وأكدت قيادة العملية المشتركة العراقية أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تم نصب كمين محكم وضبط المركبة وإلقاء القبض على صاحب المركبة. وأضافت قيادة العملية المشتركة أن المركبة تحمل 11 قذيفة هاون عيار 82 ملم و73 قذيفة هاون عيار 81 ملم، بالإضافة إلى 320 ذخيرة مختلفة و25 قطعة سلاح مختلفة. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن عملية التفاوض حول موضوع الحبوب مستمرة. وأشار بيسكوف إلى أن هذا الموضوع من اختصاص العسكريين الروس، والتقارير حول هذا الأمر تصدر عن العسكريين فقط. وإذا كان من الضروري إعلان نتائج المفاوضات، مؤكدا أن تعزيز مولدوفا لجيشها لا يشكل تهديدا لروسيا. يذكر أن المدن والبلدات القريبة من خطوط النار في جمهورية دونيتسك الشعبية تتعرض باستمرار لقصف الجيش الأوكراني، ما دفع قوات الجمهورية إلى التقدم لتحرير ما تبقى من أراضي البلاد، وأيضا لإبعاد خطر النيران الأوكرانية عن المدنيين. قال
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن القوة الروسية تمكنت من تدمير مجموعة من مدافع M777 أمريكية الصنع في أوكرانيا. وأوضح كوناشينكوف أنه تم تدمير عدة مدافع تابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم تدمير أنظمة قاذفات صواريخ في منطقة سلافينيسك وعدد من المدافع بالقرب من نيكولايفكا في منطقة دونيتسك وعدة مدافع من طراز M777 أمريكية الصنع في بيرو مايسكي بالقرب من منطقة خاركوف. إلى ذلك اتهمت وزارة الدفاع الروسية قوات الأوكرانية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивной системы. قصفت القوات الأوكرانية نقطتي تفتيش عسكريتين ومنصة إنزال في ثاني هجوم من هذا الأسبوع على منطقة تسيطر عليها روسيا جنوب البلاد. ونقل المتحدث باسم إدارة إقليم أوديسا عن قيادة العمليات في الجنوب قولها أن الهجوم الجديد أسفر عن مقتل 13 شخصا، هذا ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الروسية. ما بين سعي موسكو لتحرير آخر أراضي دونباس وزيادة دعم الغرب لأوكرانيا ومدها بالأسلحة لإطالة أمد النزاع، تتواصل العملية العسكرية الروسية في كييف. وفي آخر التطورات الميدانية، اتهمت كييف القوات الروسية بقصف مدرسة في دونباس، فيما نفت موسكو أنها تستهدف المدنيين خلال عملياتها العسكرية. وفي إطار سعي روسيا لتطويق المدن التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني في مقاطعات دونيتسك، أرسلت موسكو تعزيزات عسكرية للضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية للمقاطعة. وفي ميدان القتال أيضا دخلت قوات لوهانسك والجيش الروسي مدينة سيرفيسكا، حيث جرت عمليات تمشيط واسعة للمدينة لبسط السيطرة عليها. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من الجو. وفيما يتعلق بأزمة الحبوب الأوكرانية المحاصرة بالمواني، ما زال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقا في صوامع في ميناء أوديسا على البحر الأسود. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة من أجل التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إن جولة المحادثات الأخيرة بين موسكو وكييف تسير في الاتجاه الصحيح، متوقعا التوصل لاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع المقبل. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح حرب. وأكد ماكرون أن بلاده وحلفائها عليها الاستعداد للتخلي عنه وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسي. وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب، وأنهم يجب أن يستعدوا لسيناريو الاستغناء عن الغاز الروسي كليا. أكدت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي. وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية كان الرقم المسبق للمطالبات الأولية المعدلة موسميا 244 ألفا وبزيادة قدرها 9000. وصل الدولار ارتفاعه ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو. ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمن للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات بأكثر من 13% هذا العام. خفضت المفوضيات الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو العامي 2022-2023 إلى 2.6% و 1.6% مقابل 2.7% و 2.3%، كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.
وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وقد رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% في 2022 وبنحو 4% عام 2023. قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف 3 مرات في ألمانيا مع تضول إمدادات الغاز الروسي. من جهتها دعت شركة كيمنتس الحكومية إلى تقديم المساعدة للأسر متوسطة الدخل مع وضع حد أقصى لتكاليف الطاقة، محذرة في الوقت نفسه من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب تكاليف الطاقة. وكان وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك قد رفض دعوات إلى فرض قيود حكومية على الأسعار، قائلا إن الدولة لا يمكنها تعويض الأسعار المتزايدة بالكامل، وإن محاولة القيام بذلك سترسل إشارة خاطئة حول الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة. أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية قد ارتفع إلى 2.3% في يونيو بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والنقل. وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 4.4% والنقل 2.5%، في حين زادت أسعار المستهلكين بنسبة 2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق. نشرة التاسعة ما زالت متواصلة وتتابعون فيها. مدير عام منظمة الصحة العالمية يدعو لمواصلة التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إلى الاستمرار في تعزيز استخدام التدابير الوقائية الفعالة على المستوى الفردي للحد من انتقال العدوى. جاء ذلك خلال الاجتماع 12 للجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية بشأن جائحة فيروس كورونا، وطلب أدهانوم بعودة ارتداء الأقنعة والالتزام بالمسافة والبقاء في المنزل عند المرض وغسل اليدين بشكل متكرر وتجنب الأماكن المغلقة ذات التهوية السيئة وتجنب الأماكن المزدحمة وتحسين تهوية الأماكن الداخلية من أجل تقليل انتقال العدوى وإبطاء التطور الفيروسي، وذلك بعد تزايد إصابات كورونا في معظم دول making it increasingly difficult to us. وافقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية FDA على لقاح شركة نوفافاكس ضد فيروس كورونا. وسيكون اللقاح متاحا للبالغين ممن تبدأ أعمارهم من 18 عاما، ويعتبر هذا هو اللقاح الرابع داخل الولايات المتحدة لكوفيد-19، وسيكون متاحا على جرعتين. استقال رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا من منصبه اليوم بعد وصوله إلى سنغافورة، في حين انسحب المتظاهرون من المباني العامة التي اقتحموها قبل أيام متوعدين بمواصلة ممارسة الضغط على السلطة. كان المتظاهرون قد اقتحموا الأربعاء مقر رئيس الوزراء بعد اقتحام القصر الرئاسي السبت، وأصيب نحو 85 شخصا خلال المواجهات مع الشرطة. واشتعلت الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية على مدى شهور، وبلغت ذروتها في نهاية الأسبوع الماضي عندما استولى مئات الآلاف من الأشخاص على المباني الحكومية في كولومبو وألقوا باللوم على عائلة راجاباكسا ذات النفوذ وحلفائها في ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية. شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا في 14 من يوليو من كل عام. هذا وقام ماكرون بتفقد كل الوحدات العسكرية المشاركة في هذا العرض من أعلى الشانزليزيه عند قوس النصر.
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحكومة قررت إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي توفي إثر إطلاق النار عليه خلال كلمة له في تجمع انتخابي بمدينة نارا غربي اليابان. وفي تصريحات صحفية أضاف كيشيدا أن شينزو آبي كان يستحق جنازة رسمية بسبب مساهماته الكبيرة لليابان، بما في ذلك الجهود المكثفة للتعافي من أثار زلزال تسونامي في مارس عام 2011 والذي تسبب في أسوأ حادث نووي منذ تشيرنوبيل، وأيضا مساهمته في إحياء الاقتصاد الياباني والتحالف مع الولايات المتحدة. ومن المقرر إقامة الجنازة في الخريف. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. تقدمه لنا دينا شرف، إليك دي. شكرا لك آية، شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. في إطار حرص الدولة على تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 14 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر. يأتي الإصدار تماشياً مع استراتيجية الوزارة لدعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً. شاركت مصر ممثلة في وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في جلسة رسائل من الإقليم الجغرافية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وخلال الجلسة استعرضت وزيرة التخطيط التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19، مشيرة إلى أن الظروف التي يشهدها العالم مع الجائحة بالإضافة إلى المشهد الدولي الحالي من حالة عدم اليقين والاضطرابات في الأنشطة الاقتصادية لها آثار بالغة على الدول، موضحة أهمية مثل تلك المناقشات من أجل زيادة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من المبادرات الرئاسية حياة كريمة، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقراً في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين. تابع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الموقف في مختلف محافظات الجمهورية في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وأشار شعراوي إلى استمرار المحافظين والقيادات التنفيذية في الجولات الميدانية على مدار اليوم الثاني لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السيرفيس للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة، وذلك بعد اعتمادها، لافتا إلى انتظام سير العمل بالمواقف ومحطات البنزين بصورة طبيعية والتعامل بحسم مع أي شكاوى للمواطنين. تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال عددا من مواقف السيرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، من بينها موقف عبد المنعم رياض والألف مسكن. وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة عادلة روعية فيها مصلحة المواطن والسائق، مشيرا إلى أن الارتفاعات كانت طفيفة وجاءت لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية. وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالاطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة في كافة المواقف لمعرفة قيمتها الجديدة لمنع استغلالهم، مشيرا إلى أن الزيادات في أغلب خطوط موقف عبد المنعم رياض لم تتجاوز 25 قرشا.
تفقد نائب محافظ شمال سيناء هشام الخولي محطات الوقود والموقف العام بالعريش للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وأكد الخولي على التزام السائقين على مختلف خطوط السفر بتعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفي أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 1.2%، حيث سجلت أوقية الذهب 1713 دولارا. أما محليا فقد تراجع الذهب 10 جنيهات على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي مما انعكس على أسعار الذهب في مصر، وسجل عيار 18 نحو 848 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 1133 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 7920 جنيها. وإلى أسواق النفط العالمية، حيث أنهى النفط الخام تعاملاته على تراجع، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في آخر التداولات الرسمية بنسبة 2.1% ليصل إلى 99 دولارا و37 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام الأمريكي الوسيط بنسبة 2.15% ليصل إلى 95 دولارا و93 سنتا للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 31% لتصل إلى 3.91 دولارات سنتا للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.68% لتسجل 8.32 دولارات سنتا لكل مليون وحدة حرارية. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه المجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.1%، وكان المؤشر قد انخفض 1% أمس بعدما أثرت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر. ختام أخبار المال والأعمال وعودة مرة أخرى إلى آية وسحر، إليكما. شكرا زينة. أكدت السلطات الفرنسية احتراق نحو 4000 هكتار من الغابات بسبب استمرار الحرائق الناجمة عن موجة الحر في إقليم جيروند الفرنسي. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت حالة الطوارئ في 7 مقاطعات في الجنوب الغربي لفرنسا ووادي الرون السفلي بسبب موجة الحر. والآن مشاهدينا مع جولتنا الرياضية ودينا شرف مرة أخرى. شكرا لك سحر، شكرا لك آية، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في 8 من مساء الغد مع نظيره الجزائري، وذلك ضمن منافسة الدور ربع النهائي لبطولة كأس إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 18 من الشهر الجاري. ووصل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي للبطولة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب في دور المجموعات. حق
حقق فريق إيسترن كامباني الفوز على ضيفه مصر المقصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد بطرسبورت في إطار الجولة 24 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة رفع إيسترن كامباني رصيده إلى 19 نقطة في المركز 17، بينما تكبد المقصة الخسارة في الدور 14 له في الدوري ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير. منح الرئيس التونسي قيس سعيد البطلة العالمية التونسية أنس جابر الوسام الوطني للرياضة من الدرجة الأولى. جاء ذلك تقديراً لمساهمتها في إعلاء راية بلادها أمام المحافل الرياضية الدولية. وتوجه سعيد بالشكر للبطلة أنس جابر على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي وما حققته من إنجازات. ختام أخبار رياضة وعودة مرة أخرى إلى آية وسحر، إليكم معا. شكرا لك دينا الشرف. عادت خدمة تويتر للعمل في عدد من الدول، بينما تحدث مستخدمون في الولايات المتحدة ودول أوروبية عن تعطل خدمة الموقع بعد تعطل خدمة موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم في أول خلل من نوعه منذ فبراير. وذكر موقع داون ديكتاتور الذي يتتبع حالات انقطاع خدمة الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمة منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة. والآن نتحول إلى آخر أخبار الطقس. مرة أخيرة معدي. شكرا لك آية، شكرا لك سحر، والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة الرطب ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 34 والصغرى 24، الإسكندرية 30 24، مطروح 29 22، بورسعيد 30 24، الإسماعيلية 35 24، السويس 34 24، العريش 31 24، طابة 33 24، شرم الشيخ 37 28، الغردقة 37 27، الأقصر 38 27، أسوان 39 28، الوادي الجديد 39 27، شلاتين 36 27، وأخيرا حلايب 34 26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. بهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يقوم بزيارة إلى برلين يومي الأحد والاثنين المقبلين على رأس وفد كبير. مدبولي يستعرض جهود الدولة في دعم السلع والمنتجات ويكشف عن تكليف من الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد أن حل الدولتين أفضل السبل لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من التاسعة، ولكن برنامج التاسعة ما زال متواصلا معنا ومعكم وشفكي المنيري. أهلا بك شفكي. مساء الخير يا سحر، مساء الخير يا آية، كل سنة وانتم طيبين. يعني طيبة دايما، يعني لسه الحركة في الشوارع فيها إجازة، ولسه الناس عارفة المصريين لحد آخر ساعة في الإجازة يفضلوا مأجزين. يعني أكيد طبعا، كل سنة وانتم طيبين. أتمنى لكم دايما التوفيق، ولكل صناع نشرة التاسعة التألق دايما في التلفزيون المصري. أهلا بكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدأ الآن خميس التاسعة، تفضلوا.